دكتور، يمكن وحضرتك بتتكلمي بتقولي انه الكورس فيه كذا وكذا وده بيعمل ديتوكس وده بيحسن المزاج. هل لو انا شخص وزني مش زايد وعايزه احافظ على جسمي، عايزه احافظ على صحتي، ممكن اخد كورس يكون يعني علشان انظف جسمي، علشان احافظ على مزاجي؟ ده مهم جدا. انا بجد، انا من عندك هنا بجد بكلم اي حد، لو حتى عندك 2 3 كيلو زايدين بجد، بس حياتنا اللي احنا عايشينها بالملوثات، بالاكل الغير صحي، بعدم ممارسه اي رياضه، الحياه العاديه للشخص اللي مش تخين هي غير صحيه، صح كده؟ فانا بتكلم عن كورسات بجد فيها منتجات يا جماعه للديتوكس. ديتوكس يعني ايه؟ تنظيف جسمك من الشوارد اللي هي بتسبب الاورام عند 3/4 الناس، من المشاكل. الاشوغاندا من اكتر الاعشاب الممتازه الرائعه اللي انا حطيتها في منتجات عندي عشان تعمل تظبط الحاله المزاجيه اللي هي بقت تقريبا معكوسه في مشاكل كتير جدا، اسريه وعمليه، السواقه، كل حاجه عندنا بقى فيها مشاكل. نومك الغير منتظم عشان انت مش هاديه وعندك فكر، لما بتاخدي الاشوغاندا او الكورسات اللي انا بقولها لك نومك بينتظم، مناعتك بتقوى. واحنا داخلين على الشتاء خلي بالك المناعه مرتبطه جدا جدا بالنوم جدا طبعا. فناس كتير مش فاهمه ده، خصيتك مرتبطه بالنوم، مناعتك مرتبطه بالنوم، تجدد الخلايا في جسمك مرتبط بالنوم. فبالتالي لما انا بديكي الكورس الخاص بده زي الديتوكس، عندي كورسات الالياف اللي مليانه مضادات اكسده والكلوريفيل والاشوغاندا، دي كلها عناصر بنظف جسمي، بحميه من الاورام وبحميه من ان انا ازيد في الوزن. دي حاجه كلنا قابلين ليها في اي وقت. دكتور هنكمل كلامنا، لكن خلونا ناخد يوسف من القاهره معانا على التليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايزه اكلم الدكتوره. اتفضل دكتوره، سامعاك. اهلا يا يوسف. اهلا يا فندم، ازيك؟ الحمد لله. انا بس انا سني 58 سنه. ايوه. ويعني وزني 95 كيلو. انا مش طويل، يعني انا مثلا طولي 165. اوكي. فعامل لي كرش وبتاع، ويعني كده شكلي مش كويس. يعني عندنا اي امراض مزمنه يا استاذ يوسف؟ عندي السكر وعندي الضغط. وماشيين على انسولين ولا بناخد اقراص للسكر؟ لا لا، باخد اقراص. طب حلو قوي قوي. وليه خلي لك السكر يروح وبطل تاخد الاقراص؟ يا ريت يا سلام. ايه رايك في العرض ده؟ ده حاجه جامده جدا. طيب انا بقى بقول لك النهارده، بقول اي حد زي استاذ يوسف ان انت طالما جسمك ما دخلش انسولين وانت عندك 30 كيلو تقريبا زياده في الوزن يا استاذ يوسف، انت لو خسيتهم، وان شاء الله ان شاء الله تخسهم معانا في شهرين ومع الفريق الطبي، هتتواصل على الارقام او الصفحه اللي ظاهره قدام حضرتك، واطلب منهم النهارده انت واي حد متابعنا دلوقتي للساعه 12 هتاخد هديتين على الكورس المناسب ليك. وانا برشح لك كورس معين اللي فيه الالياف المالئه اللي هتساعد جدا معاك، اولا في نزول الدهون، استقرار مستوى السكر، ولما هتخس معانا 30 كيلو المشكله الاساسيه اللي هي السمنه اللي سببت السكر اصلا هتبتدي تقريبا في زوال، فيبتدي جسمك مش محتاج حتى دواء السكر. فاحنا هنتخلص مش بس زي ما بقول لهند الكورس بتاعنا امن لمريض السكر، لا انا هخليك بطريقه غير مباشره، طبعا ما بقولش ان ده علاج مباشر للسكر، بطريقه غير مباشره تتخلص من مرض الضغط او ضغطك يتظبط كتير جدا. وطبعا الفريق برضو هند بيرشح ماكولات ومشروبات خاصة بالأمراض المزمنة عشان نظبط كل الحاجات دي. دكتور، ايه طرق التواصل او ازاي لو حد حابب يتواصل مع الفريق الطبي يقدر يتواصل معاك؟ من خلال طبعا الارقام اللي ظاهرة قدامنا على الشاشة، 24 ساعة الارقام موجودة، الصفحة هنبعت عليها رسائل وهنستفسر ونقول كل التفاصيل، كل التفاصيل. ارغوا براحتكم، في حالة صحية هتلاقوا حد بيسمعكم بيرشح الكورس المناسب. وزي ما بقول النهاردة مع هند للساعة 12 اي كورس هيكون مناسب الفريق الطبي بيرشحه هناخد هديتين احنا اللي هنختارهم بنفسنا، بس في نطاق الحاجات اللي جسمكم محتاجها اكوردنج للنصيحه اللي الفريق هيقولها. واي كورسات ثانيه مكمله لكورساتنا زي النحافه، الفيتامينز، العظم، الشعر، البشره عليها تخفيض 50% لو احتجناها مع كورس التخسيس. دكتور اخيرا قبل ما نختم، عايزاكي تقولي نصيحه لكل حد بيتفرج. استغلوا الشتاء يا جماعه، ارجوكوا الشتاء فرصه رائعه زيه زي شهر رمضان ان شاء الله، يعني كل قرب خلاص كلها كام شهر باذن الله. استغلوا الشتاء فرصه رائعه تفقدوا وزن، ولما هتبداوا مع الفريق الطبي هتلاقوا ان الشتاء لا فرصه فعلا سهله ان احنا نقمع الشهيه ونعلي معدل الحرق. دكتور ريهام بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتيني. دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه واول طبيب تخسيس اونلاين في مصر والشرق الاوسط.